نص كيلو لحمه مفرومه، كوبايه بقسماط وهتتعجن بحوالي كوبايه ميه او اكتر كمان، وعندي بعد كده بهارات برجر ممكن بدلها بهارات لحمه، معلقتين كبار نشا وبابريكا وملح وفلفل اسود. اول حاجه هنعملها طبعا انا بسخن الجريل كويس قوي، دي اساسي معانا. وهننزل الاول اللحمه المفرومه النص كيلو اللي اتفقنا عليه اهو، كسره بس الاول كده بالمعلقه، وبعدين هحط عليه التوابل بتاعته الا وهي ملح، بسم الله شويه ملح كده حلوين، وكمان فلفل اسود. فلفل الاسود في البرجر يا جماعه حكايه تحفه، بيديله طعم البرجر الامريكي اللي متعودين عليه في المطاعم الكبيره اللي موجوده، ده اسمه البرجر الامريكي. فالفلفل الاسود كل ما تزوديه في اللحمه المفرومه يديكي نفس الطعم اياه. بعد كده شويه بابريكا تدي كده طعم تدخينه حلوه قوي للعجينه بتاعتنا، وزي ما قلنا بهارات البرجر اللي هي بتبقى اكياس شركات، وممكن بدلها بهارات لحمه العاديه خالص. وبعد كده النشا، معلقتين كبار نشا بس كده يا جماعه. دي كده التوابل والبهارات كلها اللي هتتحط الاول على اللحمه المفرومه. كوبايه بقسماط هعجنها زي ما اتفقنا بكوبايه ميه، وممكن اكتر من كوبايه كمان. تعالوا نشوف بقى، بص يا ستي ادي كوبايه البقسماط، خد بالك كده يا استاذ احمد معانا دلوقتي من الحركه دي. شوف كوبايه البقسماط دي هنحولها ازاي لعجينه بقسماط تنفش معايا. ادي كوبايه ميه على كوبايه البقسماط، ولو حسيت انه شرب الكوبايه ومحتاج تاني هحط له ميه تاني مفيش مشكله. بصوا قلبي بقى كده، طول ما انت بتقلبي البقسماط عامل زي السميد بتاع البسبوسه، طول ما انت بتقلبي فيه بيقعد يشرب الميه ويتقل. بصوا هيتحول لي العجينه، شفت بقى الحركه دي اللي بقولك عليها؟ اول ما حطينا الكوبايه على البقسماط كانت الدنيا سايحه، دلوقتي بقى شوفوا بيتماسك اهو، شرب الميه، لا هو كده مش عايز تاني. يبقى مقدارنا المظبوط بالظبط كوبايه البقسماط عليها كوبايه ميه بعجنها بيها، كويس كده. اهم حاجه عندي بقى يا استاذ احمد بص كده، ان العجينه ما تكتلش معايا، تبقى سايحه كده وانا بحطها على اللحمه. الحقي بقى بسرعه قبل ما تشرب الميه اكتر واكتر، وتبص تلاقي نفسك محتاجه تزودي ميه تاني بالمنظر ده. والبقسماط ملوش اي طعم خالص مع اللحمه المفرومه. دلوقتي بقى نعجن العجينه الحلوه بتاعتنا دي، شايفين ازاي اهي ما شاء الله، كل ادي شكل العجينه بتاعنا بالمنظر ده. هنجيب بقى طبق علشان نكور الاول العجينه دي، ولو عندك وقت يا ريت بعد ما تعملي الحركه دي تسيبيها في الثلاجه 10 دقايق، هتلاقيها تماسكت اكتر واتشربت البقسماط اكتر، وتقدري تكوريها اكتر واكتر وبسهوله اكتر. ادي كده الطبق هنا، وادي البوله الكبيره، وادي البوله الصغيره اللي فيها الزيت، مسحه زيت كده على ايديا عشان العجينه عندنا ناعمه فمحتاجه شويه زيت عشان ما تلزقش في ايديكي. وهناخد كده ادي اول كوره معانا، بسم الله. بصوا بتنعم ازاي، شايفين الجمال؟ بصوا تماسك ونعوميه في نفس الوقت، ايه المعادله الصعبه دي؟ بفضل الله حلينا المعادله الصعبه. شايفين الكوره عامله ازاي؟ تحفه اهي. ماشي، بقطع كيس كده حته من فوق وحته من تحت، بحط كده بين الكيسين وهمسك كده واضغط بالراحه خالص عشان البرجر بتاعنا طري جدا اهو كده. يا سلام يا سلام، وهو ده الكلام يا باشا. بصوا اهي، اتفضل يا باشا، ايه رايك؟ يلا نعلي النار عشان لازم يا جماعه الجريل او الطاسه اللي هتقلي فيها او هتشوحي فيها البرجر لازم تكون سخنه كفايه. منزلاه كده هنا بالشكل ده، وهنا ادي الثانيه، وهنا ناخد الثالثه. وتقدري تفرزيه تشيليه في الفريزر بعد ما تعمليه كده بالشكل ده، تشيليه في الفريزر مفيش اي مشكله خالص. على بقى ما ياخد اللون الحلو بتاعه نعمل الصوص الحلو اللي هطعم بيه السندوتشات. خدي كده شويه مايونيز على كاتشب كده ويكونوا قد بعض،
وهقلبهم في بعض وخلاص. يعني مثلا ادي كده ايه معلقتين كده ولا حاجه مايونيز، عشان بقى نعمل للولاد نفس بالظبط الطعم الجاهز. بصوا على بعض كده، كاتشب ومايونيز دول حلوين قوي، دول بيدوا نفس طعم الصوص اللي بره اهو. عندك خيار مخلل طلعي خياره مخلله كده وفرميها بالسكينه وحطيها عليها، ما عندكيش كده زي الفل كده الطعم حلو قوي. بصوا اهو داكو حتى ايه قريب من اللون شويه اهو، ده كلام زي الفل. احنا كده جاهزين، تعالوا بس نشوف اخبار البرجر بتاعنا ايه. يلا بينا، بسم الله. بيتحرك معاكي اقلبي، ما تحركش ما تقلبيش. واو ما شاء الله. نشيل البصل، تعالى يا عم، احنا كده مش هنعرف نتحكم فيه. كل حاجة كده ايه بنديها لسعة كده وبنديها طعم البرجر بتاعنا. المنظر ده، ما هذا الجمال. النهاردة فتحنا مطعم، النهاردة هياخدوا مننا الوصفة. بعد كده برضو مكان البصل هنزل بالطماطم تاخد لسعة بسيطة اهي، هكذا. يبقى احنا عملنا الصوص اللي هنطعم بيه السندوتشات، وادينا كمان للبصل لسعه كده كرمله بسيطه قوي، وبعد كده نزلنا كمان بالطماطم. كل ده واحنا بنحمر البرجر واحنا واقفين. الطماطم بقى مش هتاخد مننا وقت، عشان انا مش عايزاها تدبل ولا تنزل ميتها، انا بديها بس ايه لسعه بسيطه كده. ريحتها طالعه حلوه قوي ما شاء الله. والبرجر بتاعنا خلص، والله خلص يا جماعة. هنعمل ايه؟ هنطعم الاول العيش بالصوص اللي احنا عملناه، اللي هو كان كاتشب على مايونيز، الاتنين قد بعض، معلقتين ومعلقتين، تلات معالق تلات معالق، مفيش اي مشكلة خالص. ماشي كده اهو. وبعد كده هروح جاية حاطة واحدتين كابوتشة كده طول وعرض كده، تبان كده من الساندوتش. بص يا استاذ احمد المنظر، ايه رأيك؟ تعالى كده هنا، حلو الكلام، حلو الكلام. يلا يا باشا. والبرجر سخن كده، هروح حاطه واحده، ولو عندك شرايح الجبنه الشيدر بتاعه السندوتشات روح حطاها كده عليها كده، والبرجر سخن، خليها تطرى مع السخونيه بتاعه البرجر، تمام. وبعد كده نروح واخدين حلقات بصل. السندوتش ده هيحصل عليه خناقات، بس احنا خلاص النيه معقوده انها لأستاذ أحمد عبد الحميد كده، تمام. وبعدين نروح واخدين واحدة برجر تانية سخنة كده، وبرضو عليها شريحة جبنة كده. وبعد كده الطماطم بقى اللي ملسوعة دي، بصوا منظر الطماطم، بصوا المنظر. طبعا في ناس بتحقد عليك يا أستاذ أحمد، أنا عارفة في لا لا ما تخافش، بالهنا والشفا ما تقلقش، سمي بسم الله وكل بعد كده الجزء التاني من العيش هحط برضو عليه الصوص، هطعمه برضو بالصوص اللي عملناه كده. بصوا ازاي، بصوا المنظر. الطماطم اصلا وهي واخده لسعه كده مطرح البرجر، بصوا عامله ازاي. واروح بقى ايه احط كده العيش لورا شويه عشان يبان احنا عاملين ايه.